قولوا لا الله. ابيكم بعلم ان شاء الله انكم طيبين. اول شيء يا طوال عمر السلامه، كم لنا؟ لنا 86 يوم ما عاد باقي الا 3 ايام واربع ايام. انا اشهد. زين، واخوان ايوه ورفاقه أيوة. وبنعم واكثر من اخوان والرياجيل يتابعونا على الشاشه، شيبان وعج وكبار وصغار. لا يطير فيصل الوكاله يا طويل العمر. اللي انا به منكم بقرب ايام تجملنا وتحملنا 85 86 يوم، انا اطلبكم في وجهي انا شر بس تجملوا على اربع ايام دبوها بالريع. والله ان سكتنا وربي يسر. لا 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 يا سيف، ربي يسرها وافلحنا وفي 85. وتدرون اني اكثر انسان تحمل وشل في جنبه و نعم بضافه انه انا. ولو ان بندقق على كم كلمه ولا على حاجه ما رحنا ديره، وبتجي المشاكل عاد نهايه البرنامج. نعم ما هي بزين. ترى يجي اربع ايام يا انكم تعطوني طلبتي ولا والله اني لا اضرب الباب ذا الحين وني. ابشر بسعد، ابشر بسعد، اللي 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 انا بي اللي انا بي منكم ان الثلاث ايام ذي رياجيل ما نبي مشاكل ولا نبي شيء. طلب غالي وانت غالي. لا فيصل لا فيصل لا تقربوا يا جبو. بيض الله وجهك يا ابو راشد. وطلبت غالي يا جبو. صلوا على حق الله يحييكم يا اثني ومرحبا ومسهلا ولو مهنت الما يسمع. الامر الثاني يا طوال العمار، والله اني ابى احلف على اخويانا كلهم انه الخطه على بعضها صار الامور طيبه. الكلام اللي حصل في البث والله العظيم نحن تحت البث نحن نسولف ونضحك ونجلس مع بعض. انا وانت كنت انت ضارب ادري لكن هناك والله انا شيبان. انا كلموني شيبان من برا. الله يبيض عليك. انت تكلمت والربع سواء بالبث غير البث كلنا كذا. وابشر بسعادتك وعطنا شهد خالد. الشيء اللي يصير الشيء اللي يصير الشيء اللي يصير الشيء اللي يصير. اسلم. هذا شيء يصير من باب خوه ومن باب محبه، لا هم من باب كره ولا هم من باب بغض ولا من حقد، ولكن شيء من باب خوه ومحبه. ليش شفت الرجال يخطي يا طويل العمر ما يسمع؟ والله العظيم ما كان يخطي علي ان كان يخطي على نفسه، فعدل ووجه ويعدلني ويوجهني. اخوان عسى الله يوفقنا وياكم كل جديد. الله يطير شمس لا انقطع، طال عمرك يزيد ويعد وشك زايد. اسلم 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 ولدك. لا والله ما بهالزين. اسلم الربع اللي بنلعب على الشيله بيني وبينكم نبي الشيله. بيض الله وجهك يا ناصر على المبادرة الطيبة وعلى ذا الكلام الطيب. وانا عندي كلام توضيح للجمهور وتركي تركي كفو في ذمتي ونعم والله المهم توضيح للجمهور. احنا 90 يوما مع بعضنا، كيف ما تبغون انت خانك؟ حتى الزوج وزوجته في الاخوان الاخوان حتى الاخوان الاخوان الاخو والاخوه يتخانقون ويتذابحون بعد، لكن احنا نعم لنا 86 يوم ما جانا حد ما جانا الا اليوم. اسمعني اسمعني تغير ولد، لكن اكيد نبغى الشيله يا رجل. لازم 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 انها تجي لهدات، ولكن نحمد الله ونشكره. نحن ما نطلع من هذا المكان الا كنا متصابين والحمد لله. والله اني ما اشوف على رجال منهم شيء ملاحظ، واني ما اشوف على رجال منهم شالن على اخوه. والله انكم بيضان وجه، ونحن نحمد الله على هذه الفرصه اللي اجتمعنا فيها مع مطاليق وزحول وجمال في ذمتي العظيم. والله العظيم جمل الله حفظه على كل حال. اختصروا عند ابو ابراهيم. خل العج حط فيه يطير الرجال من العجه. موجود بيخص الموضوع هذا لان القلوب متصافيه. الله يطول عمرك. نعم احنا جايين نستثمر في المملكه العربيه السعوديه من جمهوريه اليمن ومثلها خير تمثيل. اعرفكم على صديقي من اليمن، هذا ابو فيصل. يا مرحبا يا ابو بكر. هذا ابن فيصل وهذا شقيق. ابن فيصل شقيقه. ابن فيصل قناف. اسمه صلوا على النبي قناف. صلوا على النبي. اخي اخي قناف صلوا على النبي. خلينا ندخل الحين من المجلس. احنا نبي ندخل السافي. السافي هذا بعلمكم. ما هكذا تستقبل الضيوف. قلطنا قلطنا يا رجال في المجلس. ودكم جل الله. لا 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 لا. ابن فيصل تعال. داخل داخل العجل. ابن فيصل.